يا سلام على انغام بنفار واجواء رمضان اللي غنتوحشوها الصراحه البنات وحق الله العظيم غنتوحشوا هاد الاجواء الرائعه واللي ما سخيناش بها والحمد لله اللهم اختم لنا في اخر جمعه من رمضان بمغفرات الذنوب وفرحه القلوب وادخل السعاده في كل البيوت وبلغنا فرحه العيد بخير والسلامة والسعادة لنا ولكم ولجميع المسلمين المتتبعين الأوفياء أينما أنتم في كل بلاد في كل مكان البنات مرحبا و الف مرحبا فيديو جديد امطرطق كما كتشوفوا روتين جديد عاوتاني العيد اليوم الجمعه الله يقبل لينا ولكم لكم المسلمين صالح الاعمال جمعتكم مباركه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وتقبل منا الصيام والقيام وغفر لنا يا رب العالمين اقبل منا يا ربي والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الصراحة الأجواء غادي نتوحشوها لكن الحمد لله كل شيء عند الله اللهم لك الحمد نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم يلقاكم على أحسن حال تكونوا مرتاحين في عقولكم وقلوبكم هذا هو الأهم فيديو خفيف ظريف كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكملوا حتى الأخر وكما نتوما عارفين ملي كنوجدوا العيد اكيد الحاجات الاساسيه هما اللي كانوا نركزوا عليهم الدقيق الخميره الزيت السكر أه تقديه عن يعني مهم الحوايج اللي أه كنكونوا محتاجين لهم لانه مالين اللي حتى هم اللي يكون فعونهم كي كي الله يكون في عونهم يسدوا كيمشيو عند وليداتهم الله يكون في العون والله يعاون كل واحد الحمد لله هنايا أه بعد ما جبت الطحين أه درته في بلاصتو بعد ما غسلت البطاطا ديالو لانه كما شفتوا معايا قبيله سيقت وخليت الكوزينه حتى الاخر داكشي علاش قلت نجمع الدقيق ونجمع كل شيء روينا في الدقه واحده عاد غادي نسيق لك عارفين الوين ديال الفطور الكسكسو اليوم الجمعة جمعتكم مباركة وهنا على بركة الله كيف قلت لكم كيف بديناه كيف ودعناه ما درتها حتى لدقيقة تسعين عليها لكن ماشي مشكل مواقف دائما كتوقع لينا وانا دائما كما نتوما مولفيني متتبعات الاوفياء ومتتبعين الاوفياء دائما كاينه كنشاركها معكم صدقات كنشاركها معكم ما صدقاتش كنشاركها معكم خرج فيها شي عجب كنشاركو معكم المهم دائما مصداقيه في القناه وكنتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم وعلى بركه الله كما شفتوا معايا وشت الحلوه خفيفه وظريفه مكونات بسيطه في كل البيت هنا درت الدقيق والخميره عاد آه غادي نضيف الدقيق مازال غادي ندير آه على حسب آه الخليط وبعد ما آه خلطت الخليط ديالي جمعت العجينه ها هي كنكور هنا غريبات غادي ندخلها طيب في الفران على نار مهيله مكونات بساطين درت جوج بيضات نص كاس الزيت ديال العنبه يعني ديال هذا باش كنعبروا دائما قبصه نتاع الملح قشور ديال الليمون شويه ديال عصير ديال الليمون ذوبت به ثلاثه ديال طوبات هكا ديال السكر عواد سنيده وخلطت الخليط ديالي كما شفتو راني دابا دخلت الغريبه ديالي طيب في الفران وجيت نعجن في نفس البانيو اللي خلطت فيه الحلوه نقص عليا نمي عنات راكم عارفين هما اللي كيعذبونا بزاف في هاد العواشر كيتزهدوا كي كيتجمعوا دغيا دغيا خاصه الا جمعنا كلشي بحال هكا ديري الحلوه تعجني بطبو طيبي مسمن ديري بحال هكا الكسكسو المهم نمي كي كيعذبونا هنا كنشارك معكم الخميره حتى هي خديتها بزيت لانه كيف قلت لكم قبيله من اللحمات كيسدو و كنحصلوا هكا بـ الا بغينا أه نعجنو الخبز حتى هو ما كنلقاهش المهم العواشر راكم عارفين الحمد لله ها هي الحلوه ديالي أه طابت غادي نحطها على جنب تبرد حتى, حتى نسالي ليها وهنا العجينه حتى هي عجنتها غادي أه هكا نكرص فيها آه خبيزات بطبوط ومسمن غادي ندير مسمن ومطبوط في نفس آه الوقت مسمن عادي اللي كان وجد دائما ديال الدار كيجي تبارك الله آه زوين هشيش وهو هكا في الداخل ومورق زوين كيجي رائع ما كياخذش الزبده آه نهائيا انا كنقرصو هكا غير بالزبده وفينو عوض السميده رقيقه المهم رونت روينا وحده وعجنت عجينه وحده منه اه للفطور ومنه ان شاء الله يا ربي اه نحطو هكايا في الطبيله ديال الفطور ديال العيد ان شاء الله الله يدخل علينا اه فرحه العيد بالصحه والسلامه وبعدما ما اه حطيت البطبوط ديالي هكا ومسيمنات يختمروا شي شويه تلقوا شي شويه باش يجيوني ساهلين في الخدمه ويطبو دغيا آه غادي نرد الحريره هنا درت شويه ديال البصله والعطريه والزيت آه غادي ندير الحمص اللي شفتو معايا درت له آه المدافي باش دغيا دغيا هكا هنا ناخذ منه آه الكسكسو ناخذ منه الحريره ما غنحكها شويه ديال الكرافس هو عندي هنايا يعني المهم غادي نرد الحريره خفيفه وضريفة كما مولفين دائما ولفنا البنات الحريرة وطلعت لينا في الراس ولفناها وطلعت لينا في الراس لكن الحمد لله الله يدومها نعمة ويحفظها من الزوال رمضان البنات مشى بقى فينا الصراحة وحق الله اي والله بلغنا رمضان الجاي ان شاء الله بالصحه والسلامه وتطلع يا رب العالمين لنا ولكم ولجميع المسلمين هنا البطاطا ديالي كيما مولفين معايا البطاطا في تعزيز عليها الكلمه ديال البطاطا فيت لانه نيت الصراحه هنا درت شحال من مقيله باش نسربي دغيا كنطيبهم بجوج هكا في نفس الوقت سبقت البطبوط هو الاول لانه المسمن كتكون فيه الزبده وهنايا واجدين تبارك الله ما شاء الله المسمن ديالي واجد ناشف تبارك الله ما واخدش الزبده بزاف ناشف ومقرمل في نفس الوقت ومهوي هكا ومورق تبارك الله ما شاء الله هنايا حطيت الحليوات ديالي اه كتبرد وحطيت الشكلاط غادي نذوبو من بعد ملي نسالي ان شاء الله وهنا كنشارك معكم واحد الحلوه ولا الرغيفات اه كل واحد وشنو كيسمي كي يقولوا لي البنات اللي قشعتها شنو اه النوع ديال الرغيفات هادو في التعاليق كنتسناكم هنا كنت وجدت كنصور لكم فيديو قصير كنتمنى البنات الله يعطيكم الخير تشوفوا حتى دوك الفيديوهات الله يعطيكم الخير وشجعونا باللايكات فيهم والاشتراكات والبارطاج مع الاهل والحباب جزاكم الله الف خير كما نتوما كتشوفوا عاوتاني طويله مزوقه بعد ما زوقت هنايا بهاد الحويجات هكا بهاد الميعنات عفوا ديال العود ما تديوش على الهضره راه اختكم دايخه راكم عارفين مع العيا ديال العواشر والتجاد منك اللي هنا منك اللي هنا يديك, اللي هنا يديك لهنا يديك لهيه الحمد لله على كل حال الله يجعلها مغفره الذنوب وبعد ما فطرنا ما شاركتش معكم ديال الفطور راكم عارفين مع الزرب شاركت معكم غير لقطات هكايا الحمد لله اللي وجدت كنتمنى الفيديو يعجبكم وبعد ما فطرنا الحمد لله اللهم دي هاني نعمه من الزوال الله يقبل لينا وليكم جميع المسلمين اخر فطور آه في اخر جمعه في رمضان تقبل الله منا ومنكم من جميع المسلمين صالح الاعمال وجمعتكم مباركه هنايا راكم كتشوفوا الخضيره ديال الكسكسو بطبيعه الحال غادي نوجد الكسكسو خفيف ظريف وتشيشه راكم عارفين الحمد لله دائما كنوعوا هكا العائله هنا حطيت الخضيره متنوعه وحطيت الكسكسو غادي نردو يفر هو الاول بطبيعة الحال كما قلت لكم قبيلة بعد ما فطرنا وصلينا الحمد لله الله يقبلنا ولكم وجميع المسلمين ارتحينا شوية من مراطن بكي سالي وصركم شتو معي الصباح بديت معكم من الصباح بديت معكم من الفجر اللي آه شفتوا معايا الاجواء ديال بنفار الانغام اللي غنتوحشوها في السطاح والحمد لله الحمد لله كانت اجواء آه غزاله الصراحه الحمد لله اللهم لك الحمد الله يغفر الذنوب ويبلغنا ان شاء الله رمضان السنه آه الجايه ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين بالصحه والسلامه وتطلع عمر لينا ولكم وجميع المسلمين يا رب العالمين وراحت البال والسعاده آه لينا ولكم ولجميع المسلمين هنا حطيت شويه ديال الحماس شويه ديال شويه ديال الخضره وتا هكا تنوعه الكسكسو سبقت به هو الاول رديتو يفور وعاود ثاني هنايا النعناع اللي آه ما كنسخوش بها فيها كنجيبوها آه في العواشر لانه كما قلت لكم مالين الحوانت كيسدو مالين هكا النعناع آه والقزبر ما بقاوش كيدوزو المهم ما عندنا فين نشريوها خاصة مدمنين على أتاي بحالي راكم كتشوفوا بعويناتكم كاس واش من كاس برزتو بالنعناع نيت هادي نيت باش وجدتو جا تبارك الله الجديد وكان لكم البنات اللي آه مدمنين على أتاي ودعوتكم معنا الله يهدينا يا رب العالمين نقطعوه وخصيب لكن حاولوا آه البنات اللي بحالي يلا نتوكلوا على الله نقطعوه تدريجيا والله معنا وفين صبحنا فين مسينا مرحبا بكم عاوتاني في السطح كنشارك معكم اجواء ديال البنفار هنا بعد العشاء كيدوز كيعلم الناس بالعيد غدا وكيعطيوه الناس صدقات الزكاه هكا الله يقبلنا ولكم وجميع المسلمين كانت من هاد الناس الداعيه واحد السيد هنا جارنا مسكين توفى اليوم الله يرحمه ويوسع عليه ويرزق عائلته بالصبر يا ربي ورزقه جنه الفرده واستعيو مع هالبنات اليوم الجمعه آخر جمعة في رمضان والعواشر الله يكون في العون هاد الناس والله يصبرهم والله يقويهم يا ربي والله يرحمه ويرزق جنة الفردوس ويصبر أهله يا ربي العالمين والله يحفظ وليداته ويصبرهم ويكون مع الأم ديالهم ويقويها ويصبرها ويكون معها في هاد العواشر يا ربي العالمين دعي معهم البنات يا ربي العالمين يقبل لنا دعواتنا لينا ولكم الجميع المسلمين في هذا النهار العظيم في آخر جمعة في الشهر العظيم نتمنى ان شاء الله يا ربي يقبل لينا جميعا صالح الاعمال ودعواتنا لينا ولكم وجميع المسلمين وبعد ما دخلت من السطاح جيت نكمل اروينتي ديال الحلوه اللي قلت لكم وجدتها في الدقيقه 90 هنا درت البسطة هذا النوع من البسطة زوينه فرتتها غير بيدي بحال هكذا رمشتها غير بيدي سهله وهنا درت الشكلاط بعد ما ذوبته غادي نبدا نغطس الحلوه ديالي في الشكلاط ونغطسها في هاد الباستا بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه كتجي هكا مجموعه وهشيشه كتذوب في الفم مكونات بسيطه دغيا دغيا توجديها ما فيهاش مكونات اه كتير ما كتشدش اليد بزاف يقدر انك تطيبيها في الصباح وتحطيها حتى اه العشيه عاد انك يديري اه ليها الباستا اه ديري ليها الشكلاط والباستا ولا ديري الكوك المهم اه هاد المرحله الاخر كتبقى اختياريه اه ليك انتيا المهم اه كل واحد وشنو اه يبغي يدير لانه بطبيعه الحال الاذواق تختلف كل واحد الذوق ديالو المهم حلوه ديال اخر لحظه في الدقيقه تسعين وجدتها ما كنتش عول عليها آه نهائيا لكن الحمد لله كل نهار رزقه كل وقت وشنو درنا وشنو اللي متوفر عندنا هنايا بعد ما تسالت لي ديك الباستا قلت علاش لا ما نديرش هذا الكوك اللي متوفر عندي لكن خرج لي مزوينش في المذاق ديالو جربت وحده ودقتها صافي حبس ما الشكل اللي كنت غادي ندير بالكوك درت غير الشكلاط لكن المفاجاه اللي صدمتني غادي نشاركها معكم في الاخر ديال الفيديو المهم حاجه اللي ما كنتش متوقعها الصراحه الحمد لله دائما المواقف كتوقع لينا هكا صعيبه ولكن كنتعلموا منها من الاخطاء نتعلم دائما كان علمو راسنا براسنا والمواقف اللي كتوقع لينا بحال هكا كنعتبروها بحال امتحاناتها امتحانات هكا كندوزوها في حياتنا اي موقف كان نأخده منه اي مشكل كان نأخده منه اي عقبه كناخذو منها سبحان الله كنستافدو وكنفيدو غيرنا هذا علاش كنشارك معكم دائما في المحتوى ديالي اللي زوينه واللي خايبه ولا درت شي حاجه آه خرجت ليا فيها شي حاجه خايبه كنشاركها معكم ما كنخزنهاش اللي كاينه كنحطها آه زوينه كنحطها خايبه كنحطها دائما باش حتى نتوما تستافدوا هنا آه الغلط اللي درت هذاك الشكلاط كيلصق في البلاطو كان عليا ندير آه ورق الزبده عاد نحط الحلوه ديالي باش تنشف على خاطرها وما تلصقلياش في البلاطو راه غادي تشوفوا معايا كيفاش ولات بعد ما كنحيدها باش نديرها هنا في البوطه غنجمعها الليل هذا ساليت صافي <applause> ساليت وتساليت <applause> وتهديت ودردكت على الدار تدقدقت <applause> الحمد لله الله يغفر الذنوب يا رب العالمين راكم عارفين ليله ديال ملي غيصبح نهار العيد هاكا دائما كيطرى لينا واخا كنوضو بكري لشغلنا واخا نديرو بزاف ديال الحوايج نوجدو حتى نعياو دائما كيلقانا العواشر بحال هكتا الحمد لله الحمد لله الله يغفر الذنوب هنا كاينة شوية ديال الفاكهة هكا بقات الفطور كنجمعها ونقادها في هاد الطبيصيل وهنايا شوية ديال الحرير اللي باقي قلت لها اجي نكملوها ما كنحملش حملش أن لي نهائيا ولا حتى حاجة ما كنحملش النعمة ديال الله تشيط كان دير القياس تكشي لغادي تكال ما تشيطش الحاجة وعاو تاني مرة أخرى نعجنو حاجة أخرى نرونا وعاو تاني حاجة أخرى علاش لا المهم الحاجة ما تشيطش وما تخسرش أنا كنشارك معكم الصويك اللي كنت شاركت معكم لي خيطو مش حال هادي جمعت فيه الزيوف ديال الكوزينة وكان دير فيه هاد القريتنات هادو زوينين ملي كانت هكا كان خبز ولا هذا كيبقاو لي نقيين وجدادين نجمعهم. كينفعوني كنجبدهم آآ بحال هكا بحال الحلوة الا غنجمعها بحال بتيبان غنجمعها ندخلها للموجمي المهم آآ الورقة البنات من نضيعوهمش زوينين. الحمد لله دائما كان راسنا بروسنا وكنضيب باني وكان عندي وباللي اه كاين الحمد لله وتما فين كاينه اه البركه والله يبارك لينا في رزقنا وفي صحتنا وفي وليداتنا وفي عائلتنا والله يطول عمرنا يا رب العالمين ورزقنا الصحه والسلامه نتمنى لا فيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وان شاء الله يا ربي اه تشوفوه مرتاحين في عقولكم وقلوبكم وقت ما شفتوه وقت ما شفتوه كنتمنى ان شاء الله تشتركوا وديروا اللايك وتبارطاجيو مع الاهل والحبيب لانه الصراحه آه كان مونتي معطل بزاف ما عرفتش من الوقت غادي تشوفوه بغيتو يتحط في وقته ولكن معطل على حساب الويفي على حسب المونتاج امتى غتشوفوه ما نعرف نتمنى ان شاء الله وقت ما شفتوه تشجعوني آه ان شاء الله تكملوا المشاهده حتى الاخر وتبارطاجيو مع الاهل والحباب وتشتركوا في القناه اللي مازال ما درتوش الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ها هي الحلوه ديالي كيفاش ولات البنات من تحت ديالها انا كنشاركها معاكم باش تشوفوا تعلموا حتى انتم ما يطر لكمش هذا المشكل اللي طرالي ما تطيحوش في الغلط اللي تحت فيه نتمنى ان شاء الله المحتوى يكون عند حسن الظن ديالكم تستافدوا منه كما العاده المصداقيه هي الاهم في القناه تستافدوا من المحتوى يكون عند حسن طن ديالكم وان شاء الله يا ربي نشارك معكم آه نهار العيد شنو درت فيه والاجواء الا قدرت ان شاء الله مرحبا الف مرحبا على راسي تستاهلوا كل خير البنات الله يعطيكم الخير وشكرا الناس اللي انضموا للقناه جداد الله يعطيكم الخير مرحبا الف مرحبا والناس اللي في القناه أنتم مالين الدار مالين الخير عائلتي الثانيه صراحه كلمه شكر قليله في حقكم قدم ما شكرتكم ما لكم حقكم على حسن المتابعة على البارتاج على المشاهدة دائما آه معايا وشكرا لكم بزاف بزاف الله يعطيكم الخير عيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتعودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا تهلاو في و والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غيكون فيه الاجواء ديال العيد الله قدرت غنشارك معكم البنات اللي درت في العيد ان شاء الله والأجواء إن شاء الله يا رب العالمين كيفاش دوزنا هاي اللي قدرت كما قلت لكم لأنه على حسب التصوير على حسب العائلة على حسب المونتاج الويفي راكم عارفين هاد الضمن والعقبات اللي كانت تخطو فيه والمشاكل اللي كتر لنا فيه المهم الحمد لله الله يكون معنا دائما تهلا فرصكم السلام عليكم